برضو قبل ما ابتدي احب ان انا اشكر ربنا على تمام وكمال الانتخابات الرئاسية التي تمت خلال الأسابيع الماضية بهذه الصورة الجميلة وبهذه المشاركة الواسعة وبهذا الحضور الحضاري للشعب المصري كله بكل فئاته، بالشباب، بالرجال، بالنساء، حتى ذوي الهمم في كل مناطق مصر دون استثناء، بمسلميه ومسيحييه، بالصورة الجميلة اللي ظهر فيها هذا العرس بيسموه العرس الانتخابي. والحقيقة مشهد جميل خالص يعبر عن مدى الاستقرار اللي موجودة في مصر والنعمة، نعمة الله اللي عطيها لنا في مصر باستقرار البلد. انتوا شايفين حوالينا من كل ناحية حكايات وروايات وأخبار وصراعات وحروب ومآسي وحاجات صعبة قوي. نشكر ربنا، نشكر ربنا كمان على انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئيس للجمهورية لفترة جديدة، وقيادته لهذه البلد القيادة المتزنة والقيادة الحكيمة والقيادة صاحبة الإنجازات والمشروعات العظيمة. وبيعجبني كتير لما بيقول إحنا بنبني دولة، فلما نبني دولة اللي يتمتع بيها كل الشعب، وده شيء أكثر من رائع الحقيقة، إن إحنا نعيش في دولة، دولة مش شبه دولة أو صورة دولة أو يعني شكل كده، لا، دولة بكل المكونات بتاعها. وأنا عارف إن السيد الرئيس عنده أحلام وتطلعات كتيرة خالص، ولا يهدأ حتى في يوم الأجازة بتاعنا يوم الجمعة، بينزل ويفتقد ويشوف طرق ويسأل ويدور ويقابل ناس، فبيقدم صورة حلوة. ربنا يديله الصحة ويديله الفكر ويديله الحكمة في قيادة بلد كبير زي مصر. كمان بشكر المرشحين الثلاثة اللي اجتازوا هذه الانتخابات بوطنية، والحقيقة أنا اتقابلت وياهم كلهم واجتازوا لغاية نهايتها. وبرغم أنهم مترشحين قدام مرشح أظهر وعرفوا الشعب خلال 10 سنوات كرئيس للجمهورية، لكن هم اجتهدوا وحققوا نسب حتى وإن كانت محدودة، ولكن ده تعبير طيب عن وجود ديمقراطية بتتبنى قليلا قليلا على أرض مصر، وبنعيش فيها وبنشارك فيها وبنعرف حقوق المواطنة لكل إنسان. أنا بحيي مشاركتهم وبحيي إنهم استمروا في هذا التنافس إلى النهاية وحققوا نتائج، لكن ده بيدي صورة للمستقبل. كمان بنشكر ربنا على الصورة اللي حققت الأرقام الكبيرة في انتخاب السيد الرئيس، اقتربت من 90%، والحقيقة حاجة مبهرة، وحاجة مبهرة لنا كمصريين ومبهرة أيضا للعالم. وزي ما قلت في معرض بعض الأحاديث، إن لما يكون الرئيس رئيس أي دولة وراه شعبه بهذه النسب العالية، تبقى الشعب والرئيس والبلد تنال احترام العالم كله. لكن لما يبقى المسؤول تحقيقه لنسب محدودة، الشعب العالم كله هيبصله إزاي؟ إن علاقته مع الشعب مش هتكون طيبة. فإحنا الحقيقة مشاهد الأيام الماضية مشاهد مفرحة، ويمكن من المرات الجميلة إن إحنا كلنا كمصريين نفرح في الانتخابات، ونفرح بالمشاركة، ونفرح بنسب التصويت، ونفرح بالنجاح، ونفرح بكلنا شاركنا وكلنا عبرنا وكلنا بنساهم
في إعلاء ولمعان صورة مصر في كل العالم. بنشكر الله نعمة جميلة خالص، وزي ما قلت لكم تزداد قيمة في وسط ما حولنا وما نسمعه من أخبار ومن حاجات مؤلمة ومتعبة، لكن نشكر الله بلدنا مستقرة. وده مش بنشكر الله ونقعد بقى من غير عمل أو خلاص أو خلصت الحكاية، لا، ده دي مسؤولية لعمل أكتر ولمستقبل أكتر.